السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. ربي يفرحكم كامل وحده وحده ان شاء الله بواش ناوي قلبكم. وربي كل وحده راهي متمنيه حاجه ربي يحققها لها في اقرب وقت ان شاء الله. هنا البنات نرحب كامل المشتركات جدد لي معايا، نقول لهم مرحبا بكم في القناه، نورتوني وشرفتوا القناه. ان شاء الله دائما تبقوا معايا وما تنساوش تدعموني، تبارطاجيو القناة مع العائلة تاعكم والحباب نتاعكم، مع اخواتاتكم، مع يعني اي وحدة تعرفيها وتحب هذا المجال تاع اليوتيوب وتفرج الروتينات وكامل. ما عليك غير تبارطاجي معاها القناة تاعي باه نزيدو نكبروها ان شاء الله. هذه القناة راهي تاعي يعني عندكم حق فيها، باسكو راني نمد لكم هذا الشيء ليكم نتوما، بارطاجي معاكم اليوميات نتاعي والروتينات نتاعي، واكيد ما نبخل عليكم بحتى حاجه، حاجه نعرفها او حاجه يعني تعلمتها نوريها لكم. كما قلت لكم انا يعني ماشي من هذيك اللي معلمه كل شيء، مي الحاجه اللي نتعلمها نبارطاجيها مع خواتاتي، وان شاء الله يا ربي نكون عند حسن الظن نتاعكم. هنا البنات بديت معاكم لا فيديو من الصباح، راني نجري على بالكم كي نوضو الصباح ونروحو ديريكتومون للخدمه تاع الدار، جري منا الخدمه تاع الدار كما تعرفون ما تخلص. ساعه كي تغسلي في القش، ساعه كي تمسحي في الغبره، ساعه كي تطبخي في القش، ساعه كا تتلهي مع الدنيا من هنا وتنسي كامل الغدا تاعك. انا هكا اليوم ليا البنات صرات لي. انا جينيرالمون نحب البنات نطيب العشاء، نطيب عشاء يعني لي للغداء نسخن برك، يعني كل صراحة يعني ما نخبيش عليكم، يعني نشتي نطيب العشاء يفضل لي ونسخن ناكل شي اللي كتب ربي حتى العشاء ونشوف واش نزيد ندير. مي دي فوا نطيحو في اوقات هكا، ديري العشاء هكا باغ اكزومبل قليان ولا حاجة هكا بيتزا ولا قيس عشاء تخلص. الوغ الغدوة من داك لازم ديري شغل، لازم ديري الغدا. هكا صرات لي اليوم البنات، يعني من هنا ركبت الماشينة، غسلت القش، سياقت الدواش، جيت نضرب على الساعة، حرت يا خا، قلت وصل لوقت الغدا وانا لخبر، ولا هنا الميسيو كان مزروب خارج. الوغ ضربت نجري، قلت نحكمه يعني ندير الغدا ما نخليهش يخرج هكاك. الوغ كيما شفتوا في البدايات على فيديو، حكمت المقلة تاعي هذه، واش نقول لكم، نحيت فيها الغش، حكيتها بيان بيان تاع القليان، يعني ما خليتهاش يعني زيت تبغلي كتر اكثر، باسكو البنات دي فوا نطول باه نغسلها، نخليها هكاك 10 ايام 15 يوم. اصلا انا مخليتها غير البطاطا، هذه المقله هي البنات تشوفوا فيها راني درت بيها الدار، دوك ما زالت عندي نحبها عليه شغل، مخليتها غير البطاطا، ما تلصقليش البطاطا وجايه غاوصه ترفد لي الزيت وكامل، يعني جاتني بخاتيك للقليان، مخليتها غير البطاطا. الوغ ونتهلا فيها هكا كيما قلت لكم 15 يوم وداك، ولا نحكم نغسلها بيان بالخزم، نحكها حتى نرجعها تشعل. انا البنات قضيت لي في خيط عادي كيما راكم شايفين. ومن بعد البنات المره اللي عدات كيما شفتوا في لا فيديو كنت درت البوراك، فضلت لي هاد البصله هادي والطماطم والمعدنوس لافاس هذيك اللي كنت درتها له، فضلت منهم شويه. الوغ مرميتهاش، خليتها في الفريجيدار. البنات يعني لازم تكونوا شويه حيليين هكا سورتو في الكوزينه، كي تفضل لكم الحاجه حاولوا ديروا لها اعاده تدوير، ما طيشوهاش، خليوها في الفريجيدار، غدوه من داك شوفوا كش ما ديروا لها حاجه. كما انا اليوم فضلت لي هذه البصله يعني في الليل اللي درت بها البوراك، خبيتها في الفريجيدار. اليوم خلطت معاها لي فخيت، تما شغل لي فخيت هادو راح نكهها شويه هكا، تجي الكو تاعها شويه مبدل. كي خلطت لها هذيك البصله والمعدنوس والطماطم، جات فيها واحد الريحه بنينه. وكان فضل لي تاني هذا شويه الفخوماج غابي كما راكم شايفين، سكرفشتو على البيض هكا اللي حنصبو فوق هذيك البطاطا. فوالا كيما قلت لكم هنايا رحت نجري نجري فريمون نخدم بالزربه غير باه نكمل الغدا. كيما قلت لكم ما حبيتش نخليه يخرج بلا غدا، قلت يتغدى ويروح يخدم. هنا صبيت هذاك البيض، شوفوا يجي ثقيل بهذاك الفرماج، صبيته على البطاطا تاعي ونغطي عليها ونقص عليها النار ونخلي هذاك البيض ينشف وحده، يعني نخليه حتى ينشف ويطيب لي كامل. فوالا هكا، ونغطي عليها ونخلي البيض ينشف، راح ينشف شوفوا يعني الشكل تاعها كيفاش جا، وهذاك الفورماج شي دار يعني بنين، يجي مع العظام وال فوق البطاطا يجي هايل. نقصت عليها النار يا البنات،
وخليتها حتى تنتج. فهاي ليكم بعد ما نشفت لي وجمدوا لي هذوك العدام، شوفوا كيفاش جات. دوكا راح نقسمها ونحطها في الصحن. هذه هي تاع ليه ليه، وكنت وجدتها. المهم درت لهم الغدا وما خليتهمش هكاك، فوالا هكاك. ونقصت عليها كمان، لصقت لي المقله شويه كيما شفت. فوالا بارطاجيت معاكم يعني هذه الصبحه واش درت فيها يعني تاع جري جري. فوالا وهاي ليكم، جات تشهي، جات بنينه يعني فريمون. شهيتكم في الجنه ان شاء الله. هذاك الفرماج جا هايل فيها. وفي العشيه البنات كنت رحت عند مرت خويا توانس، عندها شويه تسكن قدامي. اللي معايا قدهم فلاشان على بالهم باللي نكاريه، خويا كاري قدامي. الله ربي يفرج علينا بالسكنه كامل وعلى جميع مؤمن يعني ما يعني ما عندوش سكنه، ربي يفرج علينا. كانت دارت بيتزا للعشاء يعطيها الصحه، جات بنينه. انا خويا كيما الزوج نتاعي يحب البيتزا كمتوله، دارتها بالمركز. هنا ولد خويا وقتني بالضحك، عن بالكم انا نصور وهو يعرض يقول لي كولي كولي، يقول لهم يجيو ياكلوا بيتزا دارتها ماما. الو البنات، هذه هي لا فيديو تاع اليوم، كانت خفيفه ظريفه، نتمنى كانت عجبتكم. ما تنسونيش دائما تخليوا لي لي جيم تاعكم ولي كومونتير تاعكم الحلوين اللي راهم يعجبوني بزاف بزاف، حلوين كيما نتوما، ولي دائما يقولوا لي نحبوك ونموت عليك. نقول لهم انا تاني نحبكم ونموت عليكم، وربي يخليكم ليا ان شاء الله. ولي كومونتير تاعكم هما اللي قاعدين يحفزوني باه نزيد نمد لكم اكثر واكثر. الوغ ما تنسونيش دايما بلي جام ولي كومنتار، ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجاي. كونوا في الموعد، بقاو على خير.